فاكرين حالكن بكسر عصا السيد رئيس ولا ولا كسر مايته محل بيحط طاقه بتحطه روسكي محل بيحط سر مايته بالشار حافظ اسد بتحطه روسكن ولا وكيف بدك تعتبره اعتبره طائفيا مذهبيا عقائديا وطنيا كيف بدك تعتبره اعتبره انت وياه بحضر فيديوهات ملعونة انتو كلكن ملعونين ولا انت بدك تسقط بالشار الاسد ولا مأنشاح انت بالسويدة وين ما كنت تكون انت بدك تسقطه بالشار الاسد ولا هبو فشرت انت والاكبر منك واللي دعمك وشيخك وكل شي بيمثلك بصيرة فشار صور والطالب وتسبسب على السيد الرئيس ولك سرميته في تمك ولا نحن لسه ما قلنا كلمتنا انت بالسويدة بالجنوب بتحكي كلمتك نحن هون لسه ما قلنا كلمتنا ولك اذا قلنا كلمتنا انتو حكين رشة مي حيبين الخمس حدود مشان لسه ما حملنا نحن الرأي وقلنا يا علي ها اذا قلنا يا علي كارثة اذا قلنا يا علي كارثة ضل نغني لجيش العز وجيش الوطن يلي واقف وقفة بطا يلي هو خنجر بصدوركين يا عاهرين استوعوا على حالكين وروحوا نضبوا له روحوا نضبوا وعزة الله عز وجل لا إله إلا هو حكن دبابي بتطلع لعنكين بتختفوا كلكين مثل الجرادين دبابي ولا دبابي ها بتختفوا مثل الجرادين كلكين لأنه اتضح لي العالم العربي لا يأتي إلا بالحذاء بالحذاء العالم العربي ما بده ديمقراطيه بالحذاء